السؤال ماذا تعني كلمة يا ليتنا كنا معكم لنفوز مع معرفتنا أن ذلك لن يحدث؟ صحيح أقارب ساعة لا ترجع إلى الوراء وأنت تلتحق بالإمام الحسين في كربلاء، لكن أن تتمنى أن تكون مع الحسين أو لو كنت مع الحسين هذا هو مطلوب منك، كما أنه مطلوب منك أن تتمنى أن تكون مع موسى في مواجهة فرعون، مع إبراهيم في مواجهة نمرود، مع عيسى في مواجهة أعدائه. هذا معناه الآن أنت عندك موقف مع الحسين وليس ضد الحسين، واليوم تجد الذين هم ضد الإمام الحسين لو كانوا في عهد يزيد لكانوا قد اشتركوا في كربلاء في قتل الحسين. أنت لو كنت في عهد الحسين لالتحقت بالحسين، هذا مطلوب، لأنه خط واحد، مسيرة واحدة، جبهتان مستمران، حق وباطل، وبينهما صراع منذ آدم وإبليس ثم هابيل وقابيل وإلى اليوم وإلى يوم القيامة. أنت في جبهة من؟ تتمنى لو كنت في عهد الحسين كنت معه، واليوم أيضا أنت معه.